صباح الخير عليكم، مرحبا بكم على قناتي. جيسبر كو راكم ملاح ان شاء الله. بون، جيت هذا في هذا الفيديو باش نعلمكم بلي راني حنغيب لمده على القناه تاع اليوتيوب لاسباب الكورونا. كما على بالكم انا عنديش دروا نخرج من الدار باش ما نعديش روحي وما عنديش لافامي ديالي اكوز دو ما مالادي. جيسبر كو فوز الي كاع بيان، جيسبر كو راكو كاع بصحة جيدة. وكي تخرجو ما تنساوش دايما ديرو لابافات لو جيل هيدروالكوليك، وكي تدخلو للدارتغس ديرو يديكم بالصابون هكدا باش تنحيو كاع الشكوك تاع المرض تاع لو كورونا. انا دو مون كوتي راني نسيي نلقى بلايص لي نروحو ليهم بعد لو كونفينمون ان شاء الله، بعد ما تخلص كورونا. اون اسبير كو دوالي لقاتها امريكان و لي زوطخ بيي ان شاء الله تنجح و نتهناو من هاد الوباء هكذا باش نعاودو نوليو لحياتنا العادية و نديرو دي سورتي ان شاء الله هنا في الجي ولا اور الجي، من بعد نديرو دي سورتي للخارج ان شاء الله. وين ان احنا نديكم كالكو بلاس اكسيسيبل لي لقيتهم سور انترنت ان شاء الله هكذا باش كاع نستنفعوا. ونهضر لكم اوسي كيفاش تسافروا في الجزائر مجانا خصيصا للمعاقين. بون، ما تنساوش الى راكو جدد على هاد القناة ديروا ان جام، ما تنساوش تابونيو وتصوني لاكروش هكذا باش كل ما نحط فيديو جديدة تلحق لك لا نوتيفيكاسيون. وإذا تعرف دي زوندخوا اكسيسيبل كو سوسوا دي زوتيل دي ريستورون دي كافيتيريا دي سينما و نيمبورت خلي لي ان كومونتير هكذا جو فيغ مي ريشيرش كيفاش نروحو لهاديك البلاصة كيفاش نقدرو نلحقو لها هكذا باش كل واحد فينا يولي يقدر يخرج كل سوسوا وحده ولا مع فاميلتو. انا نخليكم مع لو نوفو سلوغون ديالي اللي هو افونسي للقدام وخليها ترولي. ايا سلام.